Qui nous a guidés et qui continue à nous inspirer. Que nous sommes au cœur du sens social et que sont de la bibliothèque universitaire Mohamed Sqaat. كتبت سي محمد سقاط الله يرحمه سنات هذه السنة الحميدة اللي هي دروس الافتتاحية للسنة الجامعية في كل سنة جامعية اللي شرف أن استدعتني للقيام بهذه المحاضرة اللي حطيت لها كعنوان المؤرخ والحركات الاجتماعية في مغرب القرن العشرين. وغادي يتطرق هذا الدرس هذا غادي يتطرق لاستعراض بسرعة طبيعة الحال قرن ونصف من الحركات الاجتماعية في المغرب المعاصر مع تحديد البداية ديالو اللي هي 1873 مع انتفاضة الدباغين في فاس. نهيو بالحركات الأخيرة اللي موجودة في المغرب نتاع 2020 2022 آخره ما بعد الكوفيد. والمحاضرة كتهدف إلى إظهار كيف يقارب المؤرخ هذه الحركة الاجتماعية والفرق بينه وبين باحثين آخرين خصوصا السوسيولوجيين كيف كيقاربوا الحركة الاجتماعية وشنو هما الفروقات ما بين ما يمكن نسمي حركة اجتماعية وما بين يمكن نسمي فقط حركة احتجاجية. وإظهار في هذا الإطار هل هناك نموذج مغربي للحركة الاجتماعية وهل هذا النموذج المغربي ظل مستقرا خلال هذه المدة قرن ونص أم تمت فيه بعض التغييرات. الشيء الذي أقول وغادي نبين هذه التغييرات واللي هي طفيفة لأن النموذج لا زال قائم كما أسس في 1873 وهذا مرتبط بواحد المفهوم اللي كيديروه المؤرخين من ناحية المنهجية اللي هو مفهوم العقلية يعني العقلية المستبطنة الجماعية اللي هي لا زالت عمليا تعيد إنتاج نفسها. ورغم تغير الخطاب رغم تغير الظرفيات السياسية رغم تغير البنى الاجتماعية كيبقى أن الحركات الاجتماعية عندها تقريبا نفس النموذج وهذا النموذج مغربي يختلف عن النماذج الأوروبية عن النماذج حتى في الشرق العربي ويختلف بطبيعة الحال عن النماذج الآسيوية بشكل كبير.